نرحب بدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، بنرحب بحضرتك يا فندم. يمكن احنا اتشرفنا بحضرتك في الشهر ديسمبر وبداية شهر يناير في جولات تفقدية وتسليم مجموعة من الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي في مدينة السادات وفي مدينة أكتوبر الجديدة، ويمكن حضرتك شهدت عدد كبير من هذه المشروعات بتفوق أعداد الوحدات السكنية اللي تم الانتهاء منها في هاتين المدينتين. في كل مدينة 130 ألف وحدة سكنية و100 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة. وحضرتك لمست الطفرة اللي تمت في الإسكان الاجتماعي والمستوى اللي بتقدم فيه الوحدات ومستوى الخدمة اللي بيقدم للمواطن المصري، وده أعتقد كان أول توجيه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كنت حضرتك بتصر شخصيا لمتابعته معنا. ويمكن الأسبوع اللي فات كنا بنناقش مع حضرتك الموقف الكامل لمشروعات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطرقنا إلى مدينة العالمين الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة. أنا بقول الكلام ده كله عشان إحنا النهاردة يمكن موجودين في أحد المشروعات الهامة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي شهدت وضع حجر الأساس في فترة تولي سيادتك لوزارة الإسكان، وكان لك الدور الأكبر في انطلاق هذا المشروع. أعتقد إحنا كنا في أكتوبر 18 بنشتغل على الأرض هنا، والنهاردة الحمد لله بنحتفل بوجود حضرتك بالتسليم الابتدائي لأول مجموعة من الأبراج الإدارية في هذا المشروع، وستتوالى التسليمات خلال 24 بإذن الله إلى حين انتهاء الكامل من المشروع بشكل نهائي. ويمكن كمان حضرتك إن شاء الله هنتشرف في قبل نهاية شهر يناير ببدء التسويق في أحد مشروعات وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية، وهو الحي السكني نيو جاردن سيتي، اللي بيعد برضو تحفة من الأنشطة السكنية الجديدة اللي بتحاكي منطقة القاهرة الخديوية. الهدف في الاستعراض ده نحن نقول إن مصر الجديدة متنوعة، مصر الجديدة فيها فرصة لكل المواطنين بكل مستوياتهم، فرصة لكل الأنشطة بكل درجاتها وكل مستوياتها. الدولة المصرية أعتقد انطلقت انطلاقة مناسبة تليق بها وبتاريخها، وإن شاء الله في الفترة القادمة يكون هناك جني لهذه الثمار اللي بذل فيها كثير من الجهد والعرق. بنوجه الشكر للشركة الصينية وشركة إنكم الشريك المصري ليهم لمجهوداتهم معانا، وبنحثهم إن شاء الله إن إحنا ننتهي في القريب العاجل من كافة الأبراج في الحي الأبراج في العاصمة الإدارية. وكمان إن شاء الله نتشرف بصحبة حضرتك قريبا في مشروعنا الثاني اللي إحنا بنعمله برضو مع نفس الشركة في مدينة العالمين، في حي مال وأعمال متميز جدا لا يقل تميزا عن هذا المكان. إن شاء الله في مدينة العالمين نتشرف بصحبة حضرتك. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.